الفاشن كل يوم في جديد، سواء كان مصممين أو تصاميم. عشان كده مشرفني النهاردة في ضيافة أستاذة أمل يونس الفاشن ديزاينر. أهلا بيكي يا أمل، أهلا بيكي يا رنا. منورانا. ميرسي. تصاميمك تحفة، ميرسي. حابة نتكلم عنها شوية، بس قبل ما نتكلم عنها حابة إن احنا نعرف مشاهدين ضيافة بيكي أكتر. أوكي. أنا اسمي أمل يونس، عندي 26 سنة. اشتغلت في الفيل ده تقريبا من 3 سنين، بس كبداية كان هواية مش أكتر، يعني مارسته مع نفسي الأول، حبيت أتعلم نفسي شوية، وقلت أنا ليه ما بقاش يعني more professional. فأخدت كورس، ما حسيتش أنه فادني قوي بصراحة. فبعد فترة أخدت دبلومة اللي هي بتبقى سنة ونص سنتين في جامعة مصرية هنا. فبس دي اخر خطوه، يعني هي بدايته كانت معايا من زمان قوي قوي قوي، هو جوه كل بنت تلاقيها جابت العروسه وجابت بالظبط. حته قطعه قماش في البيت، ولا ده انا هعمل لها فستان، انا هعمل لها سكيرت، لا انا هعمل لها بلاوز، مش عارفه ايه. فاحنا بالفطره الموضوع ده عندنا، بالظبط هو يعني انما معاكي اكتر قدام. هو من الاساس، يعني هتلاقي في اي بيت مصري عريق اه هتلاقي حد كبير بيعرف يخيط اه اه وبيعرف يعمل الحاجات الهاند ميد دي. فانا عيلتي كلها كده، عمته كده ومامتي يعني كده. نقدر نقول وراثة. في الاول خالص الموضوع مكتسب من العيله اصلا، بعد كده حبيت ان انا انمي نفسي. انا ليه ما بتجهش المكان انا اخد منه شهاده واكون مور بروفيشنال شويه. بس كلميني فكده شوية جت عن كده. تصاميمك التحفة بصراحة. يعني أنا ملاحظة إن يعني مفيش لوك زي التاني، كمان مش لوك بس، مفيش لون زي التاني، مفيش فابريك زي التانية. فكلميني كده شوية عن تصاميمك، بتجيلك الأفكار منين؟ بصي، هو انا اي حاجه حواليا بشوفها ممكن تطلع لي فكره ديزاين، يعني ممكن في فستان خطوبتي يطلع فكرته من حدوته، خطيبي قالها لي ان هو كان بيتكلم عن حدوته فيها ميرميد، فجه الدرس من الميرميد، حطيت الفابريك ريليتد للميرميد كده، فاهمه؟ يعني ف ممكن من حوارنا ده نعرف ان في اعملك كولكشن ديزاين. جاي من ضيافة، من حلقة ضيافة. ان شاء الله. طب بتختاري الفابريكس بتاعتك على اي اساس؟ بصي، هو انا بختارها على اساس الشيب بتاع الجسم، يعني في شيب محتاج ماتيريال معينه ما تبينش ديفوهات مثلا، الديفوهات. تبينه متجسم ايوه حد. بالظبط، وحسب الديزاين كمان، الديزاين بيتحكم في انه هيبقى ماتيريال ايه. شخصية الكلاينت بالنسبة لك بتحكمك شوية بان انت بتعملي التصميم؟ يعني اكيد مثلا سي انت بتعملي المدرسة، سي بتعملي لدكتورة، ايا كانت المهنة اكيد بتحكمك؟ اكيد اكيد لازم، يعني هي بتحكمني والبيئه بتاعتها بتحكمني والوانها المفضله بتحكمني، كل ده. بس برضو يعني بذوقي وان انا موافقه على الديزاين، يعني فكره. احنا معانا الصور بتاعت التصميمات بتاعتك، اوكي. حابه اسالك انتي الديزاين بياخد منك وقت قد ايه؟ يعني حاجات زي اللي احنا شايفينها اعتقد بتاخد مجهود. بتاخد مجهود لان انا يعني غالبا كده لوحدي، ان انا بديزاين وبنفذ وبصور وانا الموديل كمان، اه فبتاخد وقت كبير. يعني نقدر نقول رينج قد ايه مثلا؟ ممكن سي لو انتي هتعملي لكلاينت مثلا ديزاين بياخد منك وقت قد ايه؟ من A to يعني Z انت الديزاين بتاعك، التصميم والتنفيذ وكله كله كله بتاعك، هو بس على التسليم ياخد منك وقت ممكن قد ايه؟ يدخل في اسبوع اسبوع. للاستلام، انما شغلي انا ممكن اخلص في قد ايه، يعني اقل من كده. بس عشان يبقى الفينش حاجة تليق ببراند امل ايوه فديها مدتها. ايوه لازم. قوليلي امل، ايه المشاكل اللي قابلتك؟ انت بتقولي انت بتشتغلي لوحدك، فايه المشاكل اللي قابلتك؟ اكيد في مشاكل كتير قوي كانت عائق بالنسبه لك لحد ما وصلتي ان انت يبقى عندك براند باسمك و هو المشاكل اكبر عائق في حياتي يعني انه انا لوحدي، فكره ان مفيش كرو بيساعد. طب ليه مفكرتيش يبقى عندك كرو؟ ان شاء الله قريب باذن باذن الله الله في 2021. ان شاء الله. طب امل، انا عايزه اعرف منك يعني انت ليه ما بتحاوليش ان انت يعني زي ما بيقولوا ايه، تعيدي نفس الفستان بس بلون تاني؟ انا ممكن يعني بشرتي خمره شويه فما تلاقيش عليا لون الفستان ده، فليه ما تعمليش مثلا يبقى من البيس فيه كذا كولر بس ستيل بيس واحده؟ انا اوريدي عامله ده، في ده بالفعل، يعني في الديزاين عاجب كلاينت بتقول لي انا عاوزه منه بس لون تاني، اوكي بوافق، يعني متاح عندي ده ان انا بغير اللون، بغير حاجه في الديتيلز الديزاين كده. بالنسبه لك هو فستانه بس، ولا انت بتبقي مسؤوله عن مثلا لو هتسلميه
فانت لازم تلبس شوز كذا، انت لازم تلبسي تربو مثلا كذا، او عشان ما يبوظ ليش شكل الديزاين. لا انا بخليها ما تجيبش اي حاجه معانا، بتحكم في كل التفاصيل بتاعه الفاينل لوك بتاعتها، لان انا يعني بحب يكون شكلهم بيرفكت. بيرفكت، فدايما بعلق على ده، لا بتدخل فيه ما لا يعنيني، بس لا علشان ما عشان انت بتحافظي على على البراند بالظبط. بتاعك. طيب جالك مثلا حد وقال لك انت شغلك حلو قوي بس انا عندي ديزاين معين عايزك تعمليه، بتحصل معاكي ولا بتحصل يوميا ويوميا في وانتي ناس بتعملي ايه؟ ما بوافقش طبعا لانك خالص. انتي تخصصك ان انتي انا بتعملي مش ديزاين بفصل بتاعك، يعني، انتي انا بقول مش لهم دايما تفصيلي. انا ما بحبش حد يسرق شغلي او مجهودي، فما بعملش كده مع حد. طيب قولي لي يا امل، انتي فصلتي حاجات في افراح وكده ولا كله كان مناسبات؟ ايوه عملت، كان اول فستان فرح لمرات اخويا، ده كان اول واحد، وقريب نفذت واحد تاني. احنا معانا فيديو تقريبا بيجهز وانتي بتنفذي. عايزه اسالك يا امل، قولي لي امل شايفه نفسها فين في سنه 2021؟ ان شاء الله يعني اللي انا ناوي عليه ان تبقى البراند مكتملة زي ما انتي قلتي، اوفر يعني اكسسوارز شوز كل حاجة تبقى عندي في الاتيليه، بلس ان انا عايزة اعمل رجالي. رجالي انا اوريدي ده لاين جديد. عملت رجالي لخطيبي اول حد، عايزة بقى جربتي اعمل منه فيه؟ دول حقل التجارب بتاعتنا هم الرجالة. بالظبط، بس كانت تجربة ناجحة يعني، فدايما بيتشاف عليه اللبس بيكون حلو قوي، فبفكر اعمل لاين رجالي حلو جدا، فكرة جميلة جدا. ان شاء طب الله. ما فكرتيش بقى ان انتي بجانب الرجالي فكرتيش في ان انتي تعملي لاين اطفال، او مثلا جالك شغل ان انتي تعملي الاطفال، او انا اوريدي عامله اطفال. من الدرسات الكبيرة بتعملي لنفس ايوه الصندل؟ بتقابلك ايه المشاكل اللي مع اطفال بقى؟ العيال الصغيرة بصراحة يعني صعبين جدا في سكر خالص. التعامل. انتي بتعملي ايه بقى وانتي بتاخدي المقاسات وانتي بتفكري في الديزاين؟ عايزه اقول لك مريحين اكتر من الكبار يعني. لا خالص، ما فيش لا مشاكل. الحمد لله. قولي لي امل، انتي كانت ايه احلامك اول ما بدأتي في الشغل بتاعك؟ يعني كنتي متخيله ان انتي ممكن في يوم من الايام الدنيا توصل معاكي للليفل ده؟ لا خالص، انا بدايه الموضوع بالنسبه لي اصلا ان انا كنت بحب اعمل لبسي مختلف يعني، انا من الاساس اتعلمت الديزاين علشان اعمل لبسي لنفسي، ما بقاش معايا الديزاين وبوديه لحد يعمله لي، ايوه برضو ما بيطلعش زي ما انا عايزاه. بالظبط. فبدايه الامر اتعلمت علشان اعمل لبسي مش اكتر، لقيت الناس بتطلب مني ده، طب احنا عاوزين منه، طب احنا عاوزين ده، طب انت جايبه منين؟ فلقيت انه يعني ليه ما اعملش ده بقيتي متوفري كبزنس. لنفسك. اكيد. قولي لي طيب لو انا دلوقتي عايزه اروح، انا اللي هشتري لك كل الماتيريال تمام، او انا مثلا راح اشتري ماتيريال وهشتغل بيها او اديها عند حد، ايه الماتيريال اللي المفروض اخد بالي منها ان ما اشتريهاش؟ يعني مثلا يقول لك الليكرا بتجسم قوي، مش عارفه قماشه ايه، لا ده شفافه قوي، لازم نجيب لحتيها بطونه ومش عارفه ايه. انت تنصحي الناس ان هم وهما بيشتروا الفابريكس يعني ايه الماتيريال اللي يبعدوا عنها وايه الماتيريال اللي تبقى مناسبه؟ هو النصيحة المناسبة مش تشتروا ايه، يسألوا الأول الديزاينر أو الخياط أو whatever اللي هيعمله، أجيب ايه للي أنا عاوزه للديزاين ده، لأن هو بيكون أدرى أنا هنفذه بإيه هيكون أفضل في التنفيذ، وبرضو اللوك بتاعه هيبقى حلو أو لأ. يعني الناس بتروح تجيب قماش ومش عارفة هي هتنفع ولا لأ، وبتلاقيه بعد فضلوا كده حصلت فعلا الناس تجيب قماش وجايبه ديزاين، وتروح بعد ما تجيب للراجل ده القماش ده مش هينفع يمشي في لا المكنه انا في مثلا. حاله ان حد عاوز يجيب هو الماتيريال بقول له انا عاوزه كذا باسم كذا وقد ايه وبالظبط، علشان يعني ولا نهدر قماش ولا يجيب لي حاجه مش هتناسب الديزاين بتاعي. في النهايه امل انا عايزه اتكلم عن حاجه مهمه جدا، كلميني عن لوك النهارده. يعني بصي عاجبني جدا جدا جدا، كلميني الاول هو اخد منك وقت قد ايه على ما تختاريه؟ عشان احنا كبنات نقعد نقف في الدولاب نلبس كل اللي في الدولاب وبعدين في الاخر ناخد حاجه ما اخترناهاش اصلا، فكلميني النهارده عن اللوك بتاعك. ده خلص في ساعتين امبارح بالليل اكشلي يعني، لسه يعني انتي معرفاني متاخر قوي ان انا هكون معاكي، فبسرعه بسرعه رحت امبارح جبت الماتيريال ونفذته في ساعتين. يعني ده اتنفس في ساعتين؟ لا ده انجاز.
ده انجاز عالمي. انا في نهايه فقرتي بشكرك جدا يا امل، نورتينا وشرفتينا واستمتعت جدا معاكي. اه مع الاسف خلص وقت ضيافه، يعني انا مش عارفه الوقت بيجري بسرعه مع ضيوفي اللي مشرفيني. وقت الضيافه خلص، بس ضيافه لسه مكمله زي كل حد. استنونا الاسبوع الجاي وحلقه جديده وضيوف جداد مع ضيافه.